اهلا بيك حبيبي يا استاذ. طاير يا هوا طاير على المينا، رايح يا هوا تخبر اهالينا. طاير يا هوا طاير على المينا، رايح يا هوا تخبر اهالينا. قست الهوا وتفتن علينا، اوعى يا هوا تخبر اهالينا. عارف يا هوا ايه الحكايه، مكتوب على الميه قصتها معايا. عارف يا هوا ايه الحكايه، مكتوب على الميه قصتها معايا. ودارتها الموجه خايفه علينا، منك يا هوا ومن اهالينا. دايما يا بحر تخبي اسرارنا، ولا عمرك مره بتحكي اخبارنا. دايما يا بحر تخبي اسرارنا، ولا عمرك مره بتحكي اخبارنا. لكن الهوى ماله ومالنا، امرك يا هوى خبر اهالينا. طاير يا هوى طاير عالمينا، رايح يا هوى تخبر اهالينا. قست الهوى وتفتن علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. اهلا بيك يا استاذ وليد حبيبي يا باشا. الاثنين حواوشي وجزار. انا بعبي حواوشي عشان اسوي حواوشي عشان نشوف الدنيا بره ايه فيها ايه. يلا يا باشا. ليه 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 اللي انت عاوز تسمعه. يلا بينا. انا يا حاضر. الوداع ما بقتش اخاف من الدنيا دي غير من الوداع. والضياع بحس لما تكون بعيد معنى الضياع، معنى الضياع. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك. بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتجيب سنة وتفوت هنا. حبيب مجروح لا يا حبيبي لا، الفرق ده لا. شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا، كم سنة كم سنة. قول لي بقى تمام كده. قول لي احكي لي كده، عرفني. الحكاية مش حكاية قلبي خاين جه وسابني في الطريق، اللي أصعب من الخيانة لما تيجي من الصديق. شكلك ايه لما الدنيا بحالها تقول انك غشاش
اما تبيع صاحبك علشان حاجه ما تسواش، بس يا ريتك بعته بتمنه ده بعته بلاش. شكلنا ايه هي دي الحكايه يا برنس؟ قول لي بقى، قول لي هتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل حواوشي عاشور. حواوشي بقالك قد ايه شغال في يعني؟ دي داخل فيها كده في سكه 8 سنين. عايزين نسمع مواد رمضان من المدرسة الأستاذ رمضان البرنس طبعا. أنا ارجعي 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 الشتا يدق البيبان، ارجعي ارجع الربا لبس العيدان، ارجعي ارجعي محتاج لكي، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي لو شفت حالي حد معي، ارجعي كل تير كل ترهاج، ارجع بعد التعب بعد السفر، كل شمس مروحة بتمل تبوس خد القمر، وانت ليه ما بترجعيش؟ وانت ايه ما بتتعبيش؟ ما الناس ما الناس حوالينا هي عايشين ايام هنية، اشمعنا بس احنا في هموم وعذاب نعيش؟ ارجعي محتاج لكي، ارجعي ولو بتشتكي، ارجعي لو شفت حالي حد معي، ارجعي حبيبي. اجو يا باشا، عندي رغيف الحواوشي بيبدا من 10 15 ل 20 لحد 50، واحلى رغيف حواوشي. لا ما التتبيله دي بقى سر المهنه. ما انت فنان كده، ما هو كل حد يعني له تتبيلته، انا ليا تتبيلته وده له تتبيلته، يعني دي بتبقى سر المهنه، تبقى خلطه كده معروفه. انا بعملها بروقان، بعملها بقى وانا بغني كده الحاجة، الحمد لله يعني لقمتنا معروفة وكده في المكان. انت عايز تسمع ايه؟ عايز تسمع ايه؟ ادي الحواوشي اللي الاسلام بيعمله. ليالينا ليالينا وتاهي بينا، ليالينا 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 وتاهي بينا، ليالينا وشاهد بينا تاهي ليالينا ليالينا، وقلنا نرسى نرسى على مينا، مشينا وادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا، وتار الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا، غدارة وتار الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا، غدارة والله جيتي علينا دنيا، جيتي علينا علينا دنيا، وجيتي كتير على ناس قابلين. حبيبي يا نجم، حبيبي عمانين. بحب الاستاذ طارق الشيخ، سعدني وشرفني برضو ان انا اعمل معاه دويتو. حواوش اهو يا باشا مستوي اهو، الريحه هنا جامده جدا. يا عيني علينا
تعبنا وقسينا عيني علينا تعبنا وقسينا حبايب زمان فاتولنا المكان حبايب زمان فاتولنا المكان وكبروا علينا تعبنا قسينا عيني علينا. احلى عم وليد منور علينا الدنيا, احلى عم وليد واحلى جمهور. مش مجاي معايا بس مش مجهز له حاجه قوي يعني. تعالى مين حاجه اخيره من لا يا حمد. علمتك الحياة علشان تقدر تعيش وبإيدي خدت إيدك وعملتك من ما فيش أتريك على القدر قادر من القدر استر يا ساتر أصلك في الجرح شاطر بتبيع ما بتشتريش نسيت إني قدرت وقفت معاك وجنبك على ايدي دي كبرتك ولا عمري جرحت قلبك. احلى جمهور حبيبي يا عم وليد, حبيبي يا عم وليد, شعبك راح, انتوا نورتونا.